السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ صحه لاباس؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير. اليوم غنديروا الاسبوع الرابع باش كنخدموا الكرش. الا ما تبعتيش الاسبوع الاول والثاني والثالث كنقول لك رجعي للاول وعاد بدي بالاول الثاني والثالث عاد باش توصل للرابع. ودابا ما تنساوش الا ما شاركتيش القناه تشاركي، الا ما بركتي على الجرس بركي وبارطاجي مع اصحابك وحبابك. ودابا غنمشيو نسخنوا، غنمشيو بلاصتنا. أربعة ثلاثة جوج واحد، عطاني رجل ركبة نفس خمسة أربعة جوج واحد. دابا نديرو السايد، خمسة أربعة ثلاثة جوج واحد، خمسة أربعة ثلاثة جوج واحد. نتمشى عاوتاني باش نسخنو. نفس خمسة أربعة ثلاثة جوج واحد، عطيني ني خمسة أربعة ثلاثة جوج واحد. دابا نمشيو للجنب، خمسة ثلاثة جوج واحد. سويتش، نفس نشترتشيو، درنا وورم اب يعني خفيف وظريف. نفس دابا غنمشيو للارض. دابا غنديرو الحركات، وكل حركة غنعاودوها ثلاثة الخطرات. اوكي، الأول غنديرو ليج ليفت، سو 30 وحدة. خمسة، تنفس مبتدئين كي تحط رجلك في الأرض وترجع. نفس، إلا عندك مشكلة ظهر يمكن لك ديري غير ني تبان لي ني ديالك، يعني هاد الركبة ديالك جيبيها عندك، ما يكونش رجليك مسرحين. عطيني خمسة أخرين، دابا هنايا هكا ونحبسو 30 ثانية. نفس تفرج في التلفازة على خاطرك، هاد 30 ثانية تجيك أطول 30 ثانية. دابا نرخاو، دابا نديرو بحال لا كليب ولكن هما في، يعني غتحلي الثانية غا 15 وحدة. ماشي مبتدأ، ضهرك سيدي راك تقدي ديرها غير ركبتك هكا باش يحليهم، باش ما تعطيش البريشر على الظهر ديالك الوراني. اوكي، دابا غنعاوتاني نهولد انذر 20 سكند. نفس اوكي، دابا اش غنديرو؟ غنديرو البايسيكلز. بايسيكل بحال بشكل هذا، غنديرو 20 وحدة. دابا غديري اكس اب، نقولو حنا اكس اب، سو يعني ملي كتجي كطلعي بيدك و برجليك من السوق. مقديتيش نص هكا، غنديرو 10. ما كديتي شحال قلت لك هكا نوضيها بشويه، لان كاين ناس اللي يقدروا شي نوضو كله. يس، دابا غنديرو دقيقه
هولد ذا بلانك هنايا دقيقه في الوسط ودقيقه في اليمين ودقيقه في الراس بس ندير شي اخرى من قبل في الغداء في الفطور في الغداء في العشاء that's okay تاع داك مزيان okay ready let's go الكرش ماشي سهل اصعب حاجه هي الكرش اخر حاجه احنا النساء اللي كتبغيش تمشي هي الكرش سيرتو لو كنتي والده اوكي دابا نهوضي شوفي في نيزاتك 30 ثانيه اوكي دابا غنديرو داك في اب صحيح لي قلنا غتحل رجليك ثاني 15 ثلاثة نفس مبتدئات تقدر تحطي كاع على قد سيدي داك في اب تقدري تحبسي تغطي يدك ترجعي وتطلعي ترتاحي وتطلعي خمسة اوكي دابا نهوضيوها بحال اللي درنا دابا 20 ثانيه انا ما كنديرهمش كاملين معكم كنقول لك وكنوريك الحركات حتى ياخذ الوقت الا درت دقيقه معكم في البلانك 30 ثانيه و 30 اوري فيديو طويل وغتملوا اوكي دابا نديرو بايسيكلز والابوزيت عشرين وحدة دابا نديرو اكس اب بحال اللي قلتلك ما قديتيش ديري هكا كاين الناس اللي كيشدو يديهم هنا ويطلعو هكا غنوريك هنا وحدة في الارض وحدة هكا الى عندك الكور سترونغ يعني قوي قدر تطلعي كامل وتويستي كاع دابا غنديرو دقيقة غنهولد ذا بلانك هنايا دقيقة في الوسط ودقيقة في اليمين ودقيقة في الراس بس غندير شي أخرى والثاني والثالث ينفعكم في الكرش ونتمنى تكوني شتي شي تغيير في الكرش ديالك لان الا تبعتي داكشي اللي قلت لك غتشوفي التغيير واخا يكون صغير غتشوفي بحال اللي كنقول دائما measure yourself يعني عبري راسك داك داك لعبة الخياط اللي كيعبر لك شحال سنتيم عبري الكرش ديالك باش بديتي واش طيحات سنتيم ولا ما طيحاتش هذاك هو العبار اللي خصك تاخدي من ميزان سنتان ما كيكونش 100% ماشي ما تيكونش لان اللي قلت لكم من قبل انت كتريدي كتعوضي الشحمه بالماصل والشحمه المصل ثقيل على الشحمه سو الناس كيتخلعوا ملي تيشوفوا الوزن ديالهم زاد ما تخلعيش ماجري يعني
عبري راسك بهذاك واش كيقولوا له قلت لي عند الخياط ثاني ثلاثة بابا دابا هولد ذا رايت ذير الله يريح كرش دابا غادي بحال قلنا في ابس بحال 15 وحده دابا نمشيو للبايسيكلز الابوزيت مع الاخر ما تجيش تحرك يديك تخدي يديك تحت ظهرك ياك بحال غاتدير بشكل هذا انتي واش غادي ديري واغلبية الناس كيغلطو كيجرو العنق ديالو ما تجريش غير حط يدك حدا وديك ما تجريش خطا كبير نفس انت دابا ندير اكس اب نوض بحال قلت لك ممتلئه سخدي دي هكا وجه دي اخرى حطي وجيبي ياس نفس الاخرى كتستعملي الكور ديالك صار يعني الكرش ديالك والاخرى لا ولكن المهم غتوصلي تما هادو كنديرو منهم عشرة اوكي دابا اش غنديرو بحال قلتليكم غنحوضو المهم ظهرك يكون نيشان مبتدئة الا مقدتيش توقفي خلي دابا نمشيو رايت يمين نفس نبدلو نفس اوكي سبحان الله قلت لكم من قبل هاد الحركات نديرهم ثلاثة الخطرات في النهار ثلاث ايام في الاسبوع سواء تبغي الجمعة خدي السبت بريك ديريهم الحد خدي اثنين بريك ديريهم ثلاث خدي الاربع بريك وديريهم الخميس باش تشوفي شي استفاده يعني تشوفي شي تغيير في الكرش ديالك نتمنى هذا الفيديو يعجبكم 30 ليك ليفت رجلك كطلع تهبط غتحبسي تسرحي رجلك وتحبسي 30 دقيقه ومن بعد ديري داك في اب مي كتحلي رجلك وتطلعي 20 ومن بعد تحبسي 20 سكند ومن بعد ديري بايسيكلز يعني داك البشكليطه 20 دقيقه 20 وحده ومن بعد ديري اكس اب 10 الوحدات ومن بعد تحوضي البلانك دقيقه في كل وحده نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وان شاء الله كومنت يعني ماسنج ميل تحت وقولي لي كيفاش كرشك حسات واش كاين شي تغيير كنتمنى نسمع منكم I wanna hear from you guys يعني بغيت نسمع منكم الرأي ديالكم واش بغيتو نديرو نخدمو شي حاجة أخرى ولا شنو بغيتو نديرو let me know comment below وقولي شنو بغيتو نديرو وإن شاء الله ندير لكم فيديو على داكشي اللي طلبتو
باي باي. نتمنى لكم ويكند غزال بحالكم. انجوي يور ويكند يعني هاف فان و سي يو ليتر. باي باي. مانداي ان شاء الله نهار 2 مع 10 بتوقيت نيويورك و 3 بتوقيت المغرب. باي باي حبيباتي. باي باي.